إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ارتفع البكاء وعلى الصياح إخوانه يبكون، نكسوا رؤوسهم. ماذا سيفعل الآن بهم يوسف عليه السلام؟ هل سينتقم منهم؟ هل سيفعل بهم ما يفعل؟ قال يوسف في هذه اللحظات، لحظة العزة، قال لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قال لهم بعد أن نزع قميصه: خذوا هذا القميص، خذوا هذا القميص واذهبوا به، واذهبوا به إلى أبي، وألقوا القميص على أبي، ثم سوف يرجع بإذن الله عز وجل بصيرا، سوف يرجع بإذن الله عز وجل بصيرا، وارجعوا إلي مرة أخرى، ألقوا هذا القميص على أبي، وسوف يعيد الله عز وجل له بصره، ثم يرجع بصيرا وترجعون إلي مرة أخرى. بعد أن عفى يوسف عليه السلام عن إخوانه، نزع قميصه فقال لإخوانه: خذوا هذا القميص وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، سيرجع الله عز وجل له بصره، ثم أتوني بكل قبيلتكم وأهلكم. فإذا بالقافلة تعود إلى بادية فلسطين، إلى بيت يعقوب، ذلك الشيخ الكبير الذي عمي بصره، الذي كبر سنه، الذي بكى لسنوات على يوسف عليه السلام ثم على أخيه، وهو جالس إلى الآن لم تصل القافلة، إلى الآن ما فصلت العير، إلى الآن ما وصلت إلى خيمته، إلى مكانه. فإذا به يعقوب عليه السلام وهو أعمى، يقول لأبنائه الذين بقوا معه، يقول لأهله: أشم رائحة يوسف، لولا أنكم تزعمون أنني مجنون لقلت لكم أنني أشم رائحته. فإذا بهم يقولون: تالله إنك لفي ضلالك القديم. ولما فصلت العير قال أبوهم، ذلك الشيخ الكبير يعقوب عليه السلام الأعمى الضرير، قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فرد بعض أبنائه عليه قالوا: تالله، يقسمون: إنك لفي ضلالك القديم، يقسمون على ضلاله وجنونه، يقولون هذا لنبي من أنبياء الله عز وجل. فجأة جاء البشير الذي يحمل القميص يبشر أباه بعد عشرات السنين من فقد ابنه، يركض فيدخل إلى أبيه في خيمته، ثم يرمي القميص على وجهه. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، فلما أزاح القميص إذا بيعقوب عليه السلام يبصر. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قال يعقوب عليه السلام: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. تجمع الأبناء حول يعقوب يبكون وهم فرحين، ثم طلبوا من أبيهم: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، إنا كنا خاطئين، ندموا على فعلهم. فقال يعقوب عليه السلام: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم. وعدهم أن يستغفر لهم، أعاد الله البصر ليعقوب عليه السلام. أي فرحة هذه التي نزلت على يعقوب عليه السلام. ثم جمع أولاده وأهل بيته ليعود قافلا إلى مصر، إلى موطن ابنه الجديد، لتجتمع أسرة يعقوب عليه السلام كلها مرة أخرى في مصر عند يوسف ومع يوسف عليه الصلاة والسلام. قصص، نور قصص، حكمة وصبر. خرج يعقوب عليه السلام من فلسطين متوجها إلى مصر، معه أبناؤه الأحد عشر،
تخيلوا فرحة يعقوب عليه السلام وهو ذاهب إلى ابنه يوسف الذي افتقده منذ عشرات السنين. تخيلوا هذه الفرحة الغامرة التي غمرت يعقوب ذلك الشيخ الكبير. فلما وصلوا إلى مصر فإذا بيوسف عليه السلام بنفسه ينتظرهم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، ضم أمه وأباه وقربهما إلى العرش. آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ثم رفع والديه عند الكرسي عند عرشه، ورفع أبويه على العرش، وإذا بإخوانه جميعا الأحد عشر وأبوه وأمه يخرون له سجدا، وكان السجود في عهدهم مشروعا، وخروا له سجدا. فلما فرح الجميع بمقدمهم على يوسف عليه السلام ذكر يوسف أباه فقال يا أبي أتذكر وأنا صغير جئت إليك أخبرك عن رؤيا رأيتها في المنام، أن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر سجدوا لي في المنام، الآن يا أبي إنها الرؤيا تحققت. قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وإذا بإخوانه يعانقهم واحدا تلو الآخر، وعنده أمه وأبوه، أي فرحة غامرة نزلت على يوسف عليه السلام. بعد سنوات من الحرمان حرم من أبيه وأمه، حرم سنوات طويلة من العز، دخل السجن، كاد أن يموت في بئر بيع بالأسواق، الآن فضل الله عز وجل عليه نزل. قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. لم ينسب لإخوته أي جريمة أو تهمة، الذين أرادوا قتله قال إن الشيطان هو الذي نزغ بيني وبينهم. أي كرم ليوسف، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عندما نسب كل الإثم للشيطان ولم ينسب لإخوانه شيئا. ثم رفع يديه إلى السماء قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، ماذا تريد يا يوسف؟ انظروا إلى طلب يوسف في آخر عهده، قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إنه تواضع يوسف عليه الصلاة والسلام، كم صبر وكم اتقى الله عز وجل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. حتى نلقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصص نور قصص.